بالاطلاع على فرق الطوارئ التي تعمل على قدم وساق من أجل طمأنة المواطنين والمقيمين في أرض الكويت الحبيبة والأحوال الجوية التي تمر بها البلاد. وهذه الأمطار أمطار الخير إن شاء الله. معنا سعادة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري يطلعنا على آخر المستجدات وعمل فرق الطوارئ في الكهرباء والماء والدور الكبير المناط بهذه الوزارة. سعادة الوكيل تفضل، ما هي المستجدات لديكم؟ مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. فريق نشط جدا في وزارة الإعلام قاعدين نتابع الحدث أول بأول. أحب أطمن الجميع ولله الحمد الأمور مستقرة عندنا بشكل كهربائية، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع. الحالات أو خلينا نقول الشكاوي اللي قاعدة تجينا أقل بكثير من الأيام الاعتيادية، وهذه فرصة حقيقة نشكر المستهلكين لأنهم تجاوبوا مع خلينا نقول الإرشادات اللي قدمناها لهم، واللي ساهمت مساهمة كثيرة في تقليل الانقطاعات اللي تحصل في البيوت نتيجة هطول الأمطار. جميل جدا. بالنسبة للتعليمات والإرشادات المناطة بموضوع الكهرباء والماء، خاصة هذه الكهرباء، شاهدنا أن هنالك الكثير من التعليمات التي تأتي من قبل وزارة الكهرباء والماء، ولكن كيف يتعامل رب الأسرة مع الكهرباء بطريقة تقنية حديثة يستطيع، أو بطريقة علمية إنجاز لنا التعبير، وفقا للتعليمات الصادرة وفق المقاييس والتي يعمل بها مهندسو الكهرباء بفصل الكهرباء عن الماء، لأن الكهرباء والماء عصب الحياة ولكن لا يقيان سعادة الوكيل؟ نعم كلامك صحيح، ولكن أيضا خلينا بس ناخذها بشكل مبسط. تعرف أنت في البيوت أنظمة الحماية دائما تعمل من أجل حماية الشبكة الكهربائية في البيت وأيضا حماية الأجهزة الكهربائية، فإذا حصل أي تماس كهربائي أي كان السبب تعمل أنظمة الحماية هاي على عزل التيار الكهربائي. اليوم احنا قاعدين يعني عندنا مشكلة رئيسية وهي خلينا نقول الإضاءة الخارجية. كثير من البيوت الإضاءة الخارجية نسبة العزل فيها ضعيفة، وبالتالي وارد جدا دخول المياه إلى مصادر التيار، وبالتالي تعزل أو خلينا نقول أنظمة الحماية تشتغل وتعزل التيار الكهربائي. نشكر حقيقة، وهذا شيء لاحظته أنا قبل شوي طلعت، أغلب المستهلكين متعاونين معنا وطفوا إنارة خلينا نقول إنارة الأسوار والإنارات الخارجية، هذه ساهمت بشكل كبير بعدم حصول أي انقطاع تيار كهربائي بسبب هطول الأمطار. الآن في بعض البيوت قاعد يصير فيها خلينا نقول خرير نتيجة عدم جودة العزل. هني ننصحهم إذا الماء وصل إلى الصندوق الرئيسي للكهرباء عدم لمس هذا الصندوق إلا بعد أن يتم الاتصال برقم 152، وطوارئ وزارة الكهرباء والماء سيقومون بعمل اللازم. وودي أيضا في هذا المقام أن أشكر الأخ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية على تعاونهم حقيقة معنا، وحث الجمعيات التعاونية على أنهم يخصصون فني كهربائي في كل منطقة، وبالتالي أي بيت يصير عنده انقطاع جزئي بإمكانه أن يتصل على الفني اللي تابع للجمعية، وأيضا قدموا هذه الخدمة بالمجان، وهذا ساهم كثيرا حقيقة في تقليل عدد الاتصالات اللي ترد إلى مركز الاتصال في التابع لوزارة الكهرباء والماء. نعم سعادة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، نعلم جهودكم واضحة كوزارة شقيقة لنا ومع بقية مؤسسات الدولة، تعملون على قدم وساق، نعلم بأن جهودكم تحت الأمطار، فلذلك الجهود تقريبا يعني
مضاعفة للجهود التي نعمل بها نحن هنا داخل الاستديوهات المغلقة تقريبا. نعلم بأنكم تعملون أيضا بخط جدا خطر نتيجة لالتقاء هذه المحولات الكهربائية في الخارج وتعرضها للكثير من الأمطار، فبالتالي عزل الأمطار عن هذه المحولات الكهربائية يتطلب الكثير من الجهود والتقنية والحرفية العالية. لذلك نسعد دائما ونرفع القبعة لمن يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين. لذلك نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع، ونتمنى إن شاء الله من خلال الكلمات والتعليمات والإرشادات التي قدمتموها عبر وسيلة تلفزيون دولة الكويت الناطق الرسمي اليوم من خلال ما تمر به البلاد، أن يلتزموا بالتعليمات التي ذكرتها سعادة الوكيل المهندس محمد أبو شهري، وأن يلتزموا بهذه التعليمات. لكن هل هنالك مستجدات يعني تطرأ في حال انقطاع الكهرباء عن مناطق معينة لا قدر الله نتيجة لمثلا وجود تسريبات ليست فقط في المنزل، إنما مثلا نقول احنا يعني شارع كامل أو قطعة كاملة، كيف تتعامل وزارة الكهرباء والماء لإرجاع الكهرباء مرة أخرى؟ وهل إذا كانت هذه الأمور الآن لا تحدث مثلا في مثل هذه الأمور؟ خلينا ناخذها واحده واحده. اذا حصل انقطاع جزئي، نقول احد المحولات الثانويه اللي هي تؤدي الفرجان لاي سبب ولاي عطل فني ممكن يحصل، فقط الاتصال على 152. وايضا ودي اكد على المواطنين والمقيمين، خل دائما تكون عندكم الليتات اليدويه جاهزه، خل ايضا تكون بطاريه التليفون ايضا خلينا نقول متعديه مضبوط، علشان الاضاءه في حال لا سمح الله انقطع التيار الا تكون عندهم اضاءه مؤقته الى حين عوده التيار. الوزاره راح تتعامل من خلال الفرق المتعدده في جميع المحافظات، مجرد ما تصل الشكوى الى مركز الاتصال فتقوم الفرق ب يعني على طول الذهاب الى الموقع ومعالجه الخلل ايا كان. اذا كانت الانقطاعات اكبر من هذه في حينها اكيد الوزاره ستتعامل بشفافيه وتبلغ يعني المواطنين والمقيمين حتى يتخذوا خلينا نقول الاجراءات المطلوبه الى حين ان يتم ارجاع التيار. وايضا عندي كلمه ودي يعني اقولها من خلال تلفزيون دوله الكويت، انه كلمه شكر حقيقه للمنتجين من العاملين بوزاره الكهرباء والماء. مثل ما انتم عارفين اليوم كان يوم راحه، ولكن اغلب الموظفين حرصوا على انهم يكونون متواجدين على راس عملهم، وفعلا بينت فزعه اهل الكويت، وهذا واجبنا. وثقوا تماما، ترى قيادات الوزارة أيضا متواجدة في طرف الطوارئ في مركز التحكم، ونعدكم بأن تنامون بأمان واطمئنان، وأنتم إن شاء الله بأيدنا أمينة. وهذه هي توجيهات معالي الوزير، وإحنا دائما فداء للكويت. ليس لدينا أي شك في الجهود المبذولة سواء من الدافع الوطني أو من الدافع المهني لشقيقتنا وزارة الكهرباء والماء، وما تقدمه من جميع الخدمات لجميع مناطق ومحافظات دولة الكويت. تحية كبيرة لجميع العاملين في هذه الوزارة الحيوية، بل هي عصب الحياة لدولة الكويت. وتحية أيضا لسعادة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري. شكرا جزيلا لك.